معاكم أسماء من قناة أسماء بيوتي. اليوم الخلطة اللي حعرض لكم هي خلطة لعلاج تساقط الشعر. طبعا الخلطة هذه اللي أنا حوري لكم هي تعتبر كماسك وتستخدم مرتين في الأسبوع. إذا مر الشعر متضرر تقدر تستخدميها 4 أيام في الأسبوع إذا تبغي نتيجة سريعة. والخلطة هذه متكونة في ممكن يعني تكون عندكم في البيت ممكن تشتروها يعني. وأغلب الزيوت دي والحنة هنا اللي هستخدمها في الخلطة والسدر كلها موجودة عند العطار. طيب نشوف إيش المتطلبات اللي حنحتاجها في الخلطة. أول شيء زيت الجوجبة وزيت الحلبة وزيت الخروع. زيت الخروع هذا اشتريته من الصيدلية والباقي كله اشتريته من العطار. يعني الواحد ممكن ألاقيه ب15 ريال، بس أهم شيء تتأكدوا إنه الأصلي. وزيت الخردل وزيت إكليل الجبل. إذا ما عندكم ما دي الأشياء مو مشكلة، استخدموا زيت الزيتون مع زيت اللوز المر. طيب وعندنا هنا حنة وسدر. أوكي دحين حنيجي كيف نسوي الخلطة. حنجيب زي كده علبة بلاستيك و دا الشي زي الكوب كده صغير زي فنجال حق القهوة. وحنيجي أول شي ناخد الخلطة حقة الحنة بمقدار فنجان القهوة. بسم الله. بعد كده هادي حطينا الحنة، هنحط دحين السدر. بنات الخلطة هادي ما ليها مقدار معين، على حسب كثافة وطول شعرك تزودي في الخلطة أو تنقص فيها. فأنا ما أقدر أديكم مقادير مضبوطة، هو على حسب طول شعرك أنتي وعلى حسب الكمية اللي أنتي تحتاجيها. طيب حنيجي دحين للزيوت. الزيت حتاخدي من كل واحد مثلا ملعقتين، من كل زيت ملعقتين، هو مو شرط يعني، بس الأغلب أنه ملعقتين تحطي، ملعقتين كبار. بسم الله كده حاجي حط كل الزيوت، ما بعطلكم معايا بس تكون الصورة أوضح ليكم في الخلطة. حكتر من زيت الخروع لأن زيت الخروع مرة مفيد للشعر، هو زيت اللوز المر، بس أنا حاليا ما عندي زيت اللوز المر فعادي يعني الزيوت هذه تقوم بالواجب. حط بالكمية دي، أنا كترت إيوه بس أنا أبغى يكون قوامه متماسك. وحجي أخلط كده لين ما أحس صار زي العجينة، صارت الخلطة عندي زي العجينة. إذا حسيتيها ما صارت معاكي زي العجينة تقدر تضيفي بعض الزيوت لين ما تحسيها صارت عندك عجينة على شبه سائلة. فاهمين علي؟ زي كده صارت الخلطة زي كده، قوامها شبه سائل صار زي العجينة. طيب كيف حتحطيها على شعرك؟ حتحطيها زي اي ماسك وتحطيه زي اكنك بتحطي حمام كريم بالفرشة حقت الصبغة، وحتحطيه على كامل شعرك، لازم يوصل للجذور وللاطراف. بعد كده حتلبسي اللي هو الكيس هذا حق الحمام الكريم. إذا ما عندك دا الشيء عادي البسي أي كيس عندك موجود في البيت.
وتغطيه كويس وتخليه في شعرك ساعتين، أكثر من ساعتين ما أشوف إنه شيء كويس ليكي، بس إنه الليمت الأكثر حاجة يعني ساعتين تخليه في شعرك. وبعديها حتغسليه بموية دافية أوكي، وتخليه عادي، لا تنشفيه باستشوار ولا تنشفيه بشيء، خليه يعني مفتوح معاكي، الهواء ينشف شعرك. بس وكنت أبغى أقول لكم حاجة، إنه أنا معلش جلست سنة كاملة ما أنزل فيديوهات، سامحوني معلش، أنا يعني بعتذر منكم على التقصير اللي مرة طول، لكن إن شاء الله بإذن الله بكل حماس حنزل فيديوهات وحنزل خلطات والحياة حتكون حلوة. ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتسووا لي آد على الإنستغرام، وتعملوا لي كمان آد على السناب شات، بنزل أشياء مفيدة. وشكرا على المتابعة، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من الخلطة حقت اليوم. نشوفكم على خير، معكم أسماء شمس.